في ريال لحظه النصر، ايوه كده على الشاشه، اراده وتصميم والوصول للنجاح محدد الهدف واضح المعالم، تعليقك كده وصوره النهارده بألف معنى لبطله مصر وفخر مصر واحدى عظيمات مصر في الاشرف، تعليقك ايه على الصوره يا كابتن؟ الصوره استاذ ابراهيم لو قلنا تعليق باكثر تعليق متماشي معاها، حدد هدفك هتوصل له. الله. يعني لما تكون في ريال اشرف في سن 22 سنه والنهارده بتمثل مصر في محفل كبير، محفل مسمى الاولمبياد بطوكيو، وتحصل على الميداليه الذهبيه، النهارده العالم كله عرف مين في ريال اشرف، عرف مين الدوله اللي دعمت في ريال اشرف، مين اللي وقفت وراها، مين اللي ساندتها لحد ما توصل هدفها في السن المبكر من ده، فنتمنى لها ان شاء الله المزيد من النجاح في القادم. لفت نظر ايضا المعلق الرياضي على المباراه النهائيه في المجموعات، وخلاص مصر هتطلع للبرونزيه او الفضيه او الذهبيه، وبطله الجزائر البطله لمياء معطوب، وهي يعني ما هجمتش بنتنا في ريال اشرف. المعلق قال كلمه جميله جميله جميلا، ودي اسلاج صدورنا، لقد اتفقوا علينا كثيرا، لما لا نتفق عليهم الان من اجل العروبه. يعني حاجه كلمه يعني جميله جدا يعني، وحاجه لا يعني تشعرنا بالشجن والحنين والوطنيه والعروبه. جملة يمكن بسيطة عددها قليل من الكلمات ولكن معانيها كثيرة للوطن العربي ككل، وليس لدولة واحدة أو للدولتين اللي كانوا متمثلين في الملعب، يعني الجزائر أو مصر فقط لا غير، لا ده كانت ممثلة للعرب ككل. فعلا يا أستاذ إبراهيم إحنا في المحافل الكبيرة مش عايز أقول إن هو بيتحط علينا، أو بمعنى أصح لو جت فرصة نطلع الناس دي فهنطلعها، ده فعلا بيتعمل علينا. يمكن إحنا شفنا قبل يعني كده في مختلف يعني الرياضيات، كرة قدم أو غيره، لو جت فرصة احنا يمكن في الأولمبياد أيضا أسبانيا والأرجنتين، توقعنا أن أسبانيا والأرجنتين يلعبوها علينا مع بعض، ولكن خاب ظننا والحمد لله. بس دي مش دايما ده. كتير اتفقوا علينا مع الجزائر والمغرب كتير كتير بالطبع يعني. نعم. يعني المنتخبات العربية والمشاركين طبعا العرب سواء في الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية، للأسف لو ما خدناش احنا الخطوة الإيجابية من الأول ولعبنا باسمنا ودخلنا بقوتنا من الأول، بالطبيعة لو في فرصة تتاخد علينا أكيد هيحاولوا يطلعونا. في ريال طبعا بتشجعي طبعا منتخب اليد، دائما ميالة وبتتكلمي على منتخب اليد أكتر ما بتتكلمي على منتخب كرة القدم. هي أصل كرة القدم معروفة إنها إيه يعني عنصر ذكوري شوية بيلعبوا هم القدم، فلكن كرة اليد بتدي فرصة للبنات والشابات إن هم يلعبوا. طبعا يعني تعليقنا النهارده على المنتخب اليد واخر مباراتين يعني اللي اتغلب فيهم قبل النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع، تقولي المنتخب اليد. لا انا عايز اقول للشعب المصري عموما يا ريت ما نبصش للنقطه النهائيه بس، لا نبص لاولادنا الرجاله اللي بداوا البطوله، لعبوا في المجموعه الثانيه مجموعه صعبه، لعبوا مع الدنمارك، لعبوا مع السويد، لعبوا مع اليابان المنظم للبطولة، لعب مع البحرين مع البرتغال، خمس مباريات كل مباراة لا تقل قوة عن أخرى، قدروا يكونوا فائزين في أربع مباريات منها وأخذوا مركز ثاني. حتى اللقاء اللي كان خسر فيه منتخب مصر كان خسر فيه من الدنمارك اللي هو الوصيف للبطولة الأولمبيادية صابرين حاليا. ليه بننسى الإيجابية اللي قدمها المنتخب في الأول وبنبص على أن المنتخب اخفاق قبل النهائي اخفاق النهائي؟ دي ثقافه الهزيمه اللي بره، تلاقي الفريق مغلوب وتلاقي الجمهور والمشاهدين كله بيسقف له وبيشجعه ان انت عملت اللي عليك والكوره مكسب وخساره. وصل منتخب مصر دور الثمانيه، لعب مع منتخب المانيا فاز بسكور 6 اهداف زياده، كانت 31، كنت متابع للمباريات بتاعت منتخب مصر حقيقه، كان 31 26. لعبنا المباراه اللي قبل النهائيه للاسف يعني صادفنا سوء حظ، لعبنا مع منتخب قوي المنتخب الفرنسي وهو اللي فاز بالبطوله في الاخر. لعبنا برضه مع اسبانيا كابتن ابراهيم استاذ ابراهيم في مركز الثالث والرابع، للاسف يعني للاسف يمكن الوم على الرجاله بتاعتنا في نقطه واحده بس، مع اني على طول خط معاهم.